صباح الخير يا شباب. المحاضرة الماضية توقفنا عند البياس وأخذنا ثلاث أمثلة اللي هما تاكسي درايفر، بارت بيكينج روبوت، والإنجليش توتر. تمام، وشفنا إيش البياس للثلاث أمثلة هدول، وحكينا إنه هذا الموضوع إنه محل أسئلة، إنه ممكن أنا أجيب لك سؤال في الامتحان، أجيب لك انتليجنت ايجنت معين بيعمل شغلة معينة، أو إنه يعني بيعمل وظيفة معينة، فبقول لك إنه أنت بدك توصف البياس تبعته، بدك تحدد كيف بدك تقيس البرفورمانس تبعه، بدك تحدد الانفايرومنت اللي بده يشتغل فيها، بدك يعني بدك تعمل assumption وتحدد الانفايرومنت اللي بيشتغل فيها، بدك تحدد إيش الاكتويترز اللي من خلالها بتفاعل مع البيئة، وكمان كيف نعمل بيرسبت للانفايرومنت، ايش السنسورز اللي بيعمل من خلالها بيرسبت. تمام، الان بخصوص الانفايرومنت بدنا نفصل اكثر، لانه انا في عندي في الانفايرومنت بدي احدد حسب البروبرتي تبعتها، حسب خصائصها. فبالتالي هنا انا في عندي انه بدي احدد انه الانفايرومنت هذه فولي ابزورفبل ولا بارشلي ابزورفبل من ناحية الobservability، كذلك من ناحية إنه هل هي deterministic ولا stochastic، يعني هل هي محددة ولا فيها عشوائية، وهل هي episodic عشوائية ولا sequential، إنه الأحداث تعتمد على بعض متسلسلة يعني، وهل هي static ثابتة ولا dynamic متغيرة. تمام، وهل هي discrete ولا continuous، ديسكريت متقطعة، كونتينيوس متصلة، هل هي سنجل ايجنت، فيها سنجل ايجنت ولا مالتي ايجنت، من ناحية انه زي ما حكينا انه لما يكون في مالتي ايجنت بيكون الموضوع اعقد بكتير، فبالتالي هذه الانفايرومنت بيشتغل فيها اكتر من ايجنت ولا ايجنت واحد. نيجي نفصل فيهم واحدة واحدة، يعني بخصوص الابزورفابيليتي، انه هل هي فولي ابزورفابل ولا بارشلي ابزورفابل. المقصود هنا في الابزورفابيليتي، قبل ما احنا يعني اسالك سؤال، انه احنا كيف بدنا نحدد، يعني على سبيل المثال في ايجنت معين، هل كل الانفايرومنت اللي هو بيشتغل فيها انه بالنسبه له ابزورفابل، بيقدر يشوفها من خلال السنسورز تبعته، ولا انه جزء مساحه معينه، يعني على سبيل المثال انه بدي اصمم ايجنت يشتغل بس في هاي الغرفه، هل الغرفة هذه كلها فولي ابزرفبل، هل المدى تبع الكاميرا بيقدر يجيب كل الحدود تبعت الغرفة اذا كانت 3 في 4 مثلا، ولا اذا كان الايجنت هذا بيشتغل في مطار مساحته كبيرة جدا، هل كل المناطق اللي في المطار بيقدر يعملها observation، هل هي متسخة نظيفة، الا اذا كان في سنسورز هناك والسنسورز هذه بتبعت لي بشكل وايرلس، او اذا انا كنت في التاكسي درايفر، تاكسي درايفر انه انا بقدر اشوف الانفايرومنت في الشارع اللي انا ماشي فيه، بس بعد 10 كيلومتر هل بقدر اشوف انه في زحمه ولا لا، ممكن على الماب، فبالتالي ممكن ان تكون بارشلي اوبزرفبل، او اذا كان في عندي نافيجيشن سيستم من خلال الجي بي اس، من خلال مكاني، من خلال الجوجل ماب، انه بقدر انه اشوف في ترافيك جام هنا او في زحمه في الطريق هذا. فهي موضوع الاوبزرفابيليتي، فانت بدك تسال نفسك يعني سؤال، انه is everything an agent requires to choose an action available to it via its sensor. انا زي ما حكيت انا موجود الان في هذا الطريق وبعد 5 كيلومتر في زحمه، هل معلومات الزحمه هذه متوفره لي عشان انا اخذ اكشن واضلني في نفس الطريق ولا اروح على طريق ثانيه؟ اذا متوفره fully observable، اذا مش متوفره partially observable. تمام، فبالتالي انه في الفولي ابزرفبل معنى ذلك انه كل اماكن الانفايرمنت اكسسبل بقدر انه استشعرها من خلال سنسورز معينه، اذا لا فبالتالي انه جزء من الانفايرمنت انه اكسسبل. بناء على هذا الكلام انه انا ايش بدي اعمل، بدي اعمل جيس، والله بدي اضلني انا ماشي وبدي أخمن إنه والله الطريق هذا ما فيش فيه زحمة، خلاص بضلني داعس. ممكن الجيس تبعي يكون صحيح وممكن يكون مش صحيح. تمام، جيس. تمام، فبالتالي هذا الكلام إنه معروف جدا في الديسيجن ثيوري، إنه لما إنه أنت كيف تعمل ديسيجن في البرفكت انفورميشن أو تعمل ديسيجن في الامبرفكت انفورميشن، لما تكون عندك المعلومات
ناقصة مش كامل، تمام؟ فبالتالي كيف تعمل ديسيجن، يعني ايش كيف القصة هذا تبعك بدك تختار. طبعا هنا في عندك أمثلة من مجموعة من الجيمز زي ما شفنا هناك في الايجنتس، ثلاث أنواع من الايجنتس طبقنا عليها البياس. هنا بدنا نشوف انه جيمز عفوا بدنا نشوف ايجنتس، هدول الثلاثة، هدول ثلاثة جيمز. الكروس وورد يعني لعبة زي شبيهة بالكلمات المتقطعة، والبوكر، والباك جامون. أما التاكسي درايفر هذا شفناه، البارك بيكينج روبوت شفناه، الإمس أناليسيس هذا عبارة عن روبوت بيحلل الصور زي الأوبجكت ديتكشن يعني. فبالتالي هنا في كل واحد إنه بيجي بحكي لك إنه هل هي فولي أبزورفبل ولا بارشالي أبزورفبل. يعني على سبيل المثال في التاكسي درايفر الإشي اللي إحنا أخذناه بالتفصيل بارشالي أبزورفبل، هذا كلام واضح إنه مش كل المعلومات اللي في الانفايرومنت، انت بتتحرك في مدينه كامله او في عده مدن، كل المعلومات انت عندك موجوده اكسسبل؟ لا. فبالتالي بارشلي ابزرفبل. اما في جيم زي الكروس بورد مثلا على سبيل المثال، انت بتلعب على بورد، البورد يعني معروفه كذا في كذا تايل، تمام، كذا خانه يعني، فبالتالي ابزرفبل اكسسبل. الشطرنج فولي ابزرفبل ولا لا؟ بالضبط. فبالتالي انه بتقدر انه انت تحددها زي هيك، بس انه انت تعرف الجيم هذه او هاي الشيء اسمه انه انت يعني تعرفها. ممكن انه انت تطلع على الانترنت الباك جامون كيف بتلتعب، وانه انت فعلا انه تشوف ان هي partially observable او البارت بيكينج روبوت. بارت بيكينج روبوت احنا اخذناه بالتفصيل environment، يعني وين بيشتغل؟ في خط الانتاج. خط الانتاج ايش انا في عندي البلت الحزام هذا اللي السير اللي بيمشي، تمام، والبارتس اللي بتكون موجودة عليه. فبالتالي كل المعلومات انه اكسسبل، فبالتالي فولي ابزرفبل. اما التاكسي درايفر زي ما حكينا بارشالي، تمام، واضح، تمام يا شباب. نيجي للخاصية الثانية، ستيكوستيك او ديترمينستيك. ديترمينستيك يعني انه محددة، ستيكوستيك عشوائية، في عشوائية أنا عندي في الموضوع ولا إنه الأشياء محددة، يعني إنه معروفة زي هيك. كيف بدك تعرف إنه الانفيرمنت تبعتك ستيكوستيك ولا ديترمينستيك؟ بدك تسأل سؤال، does the change in the world state depends only أو depend only، نفس صيغة الكويستشن بدون أس، depend only on the current state and action agent action. هل الحالة تبعت الانفايرومنت فقط بتعتمد على الكرنت ستيت والايجنت اكشن؟ اذا بتكون ديترمينستيك، اذا لا بتكون ستيكوستيك. يبقى حكينا انه اذا كانت الستيت تبعت الانفايرمنت تتغير بشغلتين اللي هما الكرنت ستيت والاكشن اللي انا باخده، يبقى ديترمينستيك. اذا التغيير بيعتمد على اشياء تانية غير هدول الشغلتين معنى ذلك انه ستوكاستيك عشوائيا. يعني مثال مبسط، يعني على سبيل المثال الكرنت ستيت الحنفيه مسكره، الاكشن فتحت الحنفيه، تغيير في الستيت ايش هي؟ انه الميه تنزل من الحنفيه. اذا والله دائما او بمعنى اخر انه والله في شيء عامل تاني بتحكم في نزول الميه من الحنفيه، انه الحالة تبعتها انه تكون مسكرة وانه انا افتحها اللي هو الكرنت ستيت والاكشن، يبقى ديترمينستيك. يبقى خلاص بصير بقول انه محددة بشكل دائم، لما بفتح الحنفية بتنزل المية. اما اذا كان الوضع انه والله مرات بتنزل المية ومرات ما بتنزلش المية، مرات الخزان مليان مرات الخزان مش مليان، هذا فيها عشوائية بعرفش، يمكن افتح الحنفية الخزان يكون فاضي ما فيش مية. في فاكتور ثالث دخل غير هدول الشغلتين بعرفوش، في عش ما فيش عندي تحكم فيه.
بعرفوش. تمام؟ كيف؟ في حالة إيش؟ ما أنا أعطيت فيه من نفسه مثال إنه مرة بيكون ديترمينستيك ومرة بيكون نون ديترمينستيك. إذا يعني دائما إنه أنت بتفتح الحنفية بتنزل مية، إنه التغيير إنه الستيت إنه بتنزل المية من الحنفية، فيش شغلة ثالثة بتتحكم في هذا الإشي، بيكون ديترمينستيك. أما إذا كان في شغلة ثالثة إنه بيعتمد والله إنه الخزان مليان ولا مش مليان، بيعتمد إنه المية قاطعة من البلدية ولا لا، هذه شغلات فيها عشوائية، مرات بتكون قاطعة مرات ما بتكونش قاطعة، وقتاش حتقطع بعرفش، الخزان تعبى لا ما لحقناش نعبيه، يعني الكهرباء قاطعة وما شغلناش الموتور. بيعتمد على عوامل تال يعني ثالثة ورابعة وخامسة غير هدول العاملين. إذا بيعتمد على عوامل إضافية غير العاملين هدول اللي هم الكرنت ستيت والكرنت اكشن والاكشن اللي انا باخده، يبقى انت قول ستيكوستيك مش مركز معايا. طب ما انا هيني بشرح لك، يعني انت 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 يعني بدك يعني ما عندكش ثقة في الشرح تبعي، بدك تقرأ تروح تدرس لحالك يعني تقرأ لحالك يعني. لا موضوع بسيط كتير غير هدول التنين ستيكوستيك. تمام؟ عشوائي بعرفش، خزان مليان مش مليان، كهرباء قاطعة من البلدية، المية جاية من البلدية، بعرفش يعني عوامل تانية بعرفش. تمام؟ يبقى في non-deterministic اللي هي الستيكوستيك environment بيكون في عندي مظاهر خارج نطاق تحكم الايجنت، زي ما حكيت مية قاطعة من البلدية، كهرباء قاطعة من البلدية، خزان فاضي خارج تحكمي انا كايجنت. تمام؟ فبالتالي انه بيكون في عندي حاجة اسمها utility function. لاحظ دائما كل ما تلاحظ انه هذا المصطلح، كل ما اقول لك utility function يبقى الوظيفة تبعتها انه هي ترجع لك سكور. كل ما تلاقي utility function هذا هيرجع يمر معنا اليوم ان شاء الله كمان في المحاضرة. utility function يبقى بترجع real number. real number ايش؟ لا الجس اللي موجود يعني انه في التغير في الانفايرمنت قديش والله يعني احتمال انه انا لما افتح الحنفية انه تنزل المية، بده رجع لي ريال نمبر بيحدد قديش مقدار البروبابيليتي انه يعني 90% من الوقت انه المية جاية زي هيك. تمام؟ فبالتالي بروح بعمل جس على هذا الاساس. اما اذا كان الاحتمال ضئيل فبيكون انه لا يعني الجس انه يعني باخدش هذا الاكشن يعني على سبيل المثال. طبعا هذا كلام انت بدك تطبقه على وين؟ على هدولز زي ما حكينا انه هدول جيمز وهدول ايجنتس مرت علينا، يعني الكروس وورد ديترمينستيك. خلاص انت عندك التايل تبع او البورد تبعت الجيم معروفة ومحدودة، فبالتالي انه التغير في الانفايرمنت تبعتها او في الستيت تبعت البورد تبعت اللعب خلاص بيعتمد على الاكشن تبعك. يعني هل بيعتمد على حاجة تانية؟ هل بيعتمد على الغبرة اللي نازلة عليك؟ لا ملوش دخل خالص. تمام؟ بينما في التاكسي درايفر اشياء خارجة عن تحكمك انت كايجنت، هل هيكون زحمة في الطريق ولا لا؟ إذا رحت في الطريق هذه إنه هيكون في زحمة أو مش زحمة بعرفش. تمام؟ نيجي للخاصية الثالثة صح؟ إبيسوديك ولا سيكوانشل؟ إبيسوديك عرضية، بتكون الأحداث فيها عرضية، يعني إنه تسلسل الأحداث فيها مش مهم خالص، ما لهم مش علاقة ببعض. لكن سيكوينشال معنى ذلك إنه تتابع الأحداث فيه له يعني الأحداث لها علاقة مع بعض. هذا الحدث بيقتضي إنه يعني إنه الحدث هذا اللي صار بيقتضي إنه في حدث سابق صار قبله سيكوينشال.
بهذا الشكل. كيف بدك تعرف الانفيرمنت تبعتك ابيسوديك ولا سيكوينشال؟ بدك تروح تسأل هذا السؤال انه if the choice للcurrent action depend on the previous actions، هل الاكشن اللي انت بدك تختاره بيعتمد على اكشن سابقة؟ اذا ما بيعتمد على اكشن سابقة ايش بيكون؟ ابيسوديك. اذا بيعتمد على اكشن سابقة بيكون سيكوينشال. يعني السيكونس في الاكشن لهم علاقة مع بعض، لهم دخل مع بعض. في النون ابيسوديك اللي هو في السيكوينشال، يعني لاحظ دائما انه هنا ايش قال لك؟ نون ديترمينستيك يعني ستوكاستيك، تمام؟ هنا نون ابيسوديك يعني سيكوينشال. الايجنت لازم يكون في عندك بلان مسبقه، لازم يكون في عندك بلان مسبقه. ليش؟ لانه لازم يكون في عندك بلان، انه انت عارف انه الاكشن هذا بيقتضي انه يعني عشان تعمل اكشن معين بيقتضي انه كذا وكذا وكذا، تمام؟ ليش؟ لانه الكرنت تشويس بياثر على فيوتشر اكشنز، لو اخترت اكشن معين احتمال ما تقدرش تاخده في المستقبل. للتشات بوت ايش طبيعة الاكشنز اللي انت ممكن انت؟ لو يعني التصنيفة التكسونومي تبعت الاسئلة انه هيراكيكال، انه انت اذا دخلت مثلا في مسار في الاسئلة خلاص انه بناء عليه انت بتقدر انه تحدد الاسئلة اللي بعديها، مظبوط كلامك، تمام؟ اما اذا كان free conversation محادثة حرة بيكون لا، مش بينطبقش عليه هذا الكلام. طبعا هنا في التاكسي درايفر تسلسل الاحداث بيأثر على بعض، وانت عندك هنا في الكروس وورد او حتى في الشطرنج، شطرنج ماشي بسألك سيكوينشال ولا مش سيكوينشال؟ سيكوينشال، لانه الاكشن معين انه انت تاخد الجندي هذا وتحركه زي هيك بيأثر على الالعاب الممكنة البوسيبل اكشنز اللي انت ممكن تاخدها في المستقبل، تمام؟ كذلك التاكسي درايفر انه اكشن معين انت بتسويه بيأثر على الاكشن اللي بعديه اللي ممكن انه هو يختار. نيجي للستاتيك والديناميك، هذه الخاصية الرابعة ولا الخامسة؟ الرابعة، ما شاء الله عليكم. كيف بدك تعرف انه الانفيرمنت تبعتك ثابتة ولا متحركة؟ بدك تسأل هذا السؤال، انه static environment does not change while the agent is deliberating over what to do. فاهمين حاجة؟ لا. الستاتيك انفيرمنت ما بتتغير في حال انه احنا تركنا الايجنت يسوي اللي بده اياه، اعمل اللي بدك اياه مش حتتغير الانفيرمنت. زي مثلا الباكن لا، الفاكوم كلينر ستاتيك، وانت عندك الانفيرمنت ثابت خلاص، انت عندك مساحه كذا في كذا، انت بتحكي على الستيت، انا بحكي على الانفيرمنت في حد ذاتها. الستيت انه هي كلين ولا ديرتي، انا بحكي على الانفيرمنت في حد ذاتها. كيف لا، انت بتصمم البوت او الايجنت انه يشتغل في مكان معين. كيف اقول لك انه مثلا انه الانفيرمنت انه هي بتتغير؟ انه هنا انه انت عندك في الـ في الـ في الـ في, الـ في الجيم هاي كروس وورد، يعني شغله مشابهه للكلمات المتقاطعه، الكلمات المتقاطعه، انه بتكون انت عندك البورد هي بس الستيت تبعتها بتختلف، تمام؟ في
ما هو هيك انت يعني يعني انه انت بتغير لو هو اصلا تصميمه انه يشتغل في مالتيبل انفايرمنتس بقول لك انه صار انه هو دايناميك. لكن اذا انت صممته خلي بالك انه هو عنده مساحه انه 3 في 3 وال3 في 3 هذه بدها تكون كلها كلين تمام، فبالتالي انه هو انت برمجته على هذا الاشي فبتكون الانفايرمنت تبعته انه هو ستاتيك انه في مساحه محدده. البوينت انه هي مش انه يعمل افويد يعني انه هو في التنقل تبعه انه هو انه يتجاوز الاشياء اللي بتعمل له بلوكينج، انه بدك انه انت تدخل في الانفايرمنت مقياس انه خلي بالك المساحه هذه 3 في 3 في 3 في 3 كلها بدها تكون نظيفه، بدي ارجع لك بعد 3 ساعات تكون كلها نظيفه. فلازم يكون في عنده اوي يعني انه يعني زي ادراك انه والله هذه المساحه كلها بتنضفط. ممكن ان هو يشتغل في مالتيبل انفايرمنت، انا بحكيكش انه انت مش ممكن انه انت تشغله في مالتيبل انفايرمنت، ممكن انه هو يشتغل في مالتيبل انفايرمنت. ونفس الاشي بالنسبه للتاكسي درايفر، التاكسي درايفر والله لو انت حددت انه هو بيشتغل في مدينه واحده بس خلاص استاتيك، الطرق تبعتها معروفه ونادر انه هي لما تتغير يفتحوا طريق جديده او شغله زي هيك. لكن لو بيشتغل في عده مدن او ممكن انه هو يتنقل في عده، يعني بدنا نصمم ايجنت انه هو ممكن يعمل نافيجيشن يسوق او سيلف درايفنج في بغض النظر عن الكانتري، فبالتالي الانفايرمنت تبعته بتكون دايناميك. انسداد الطرق والعوامل هذه تغيير في الاستيت مش في الانفايرمنت، لا لانه الشغله هذه ما بتكونش دائمه، يعني انه يعني انت بتكون في عندك زحمه في في, في منطقه معينه في الطرق في اوقات معينه، بعد هيك بتروح الزحمه هاي. او انه يفتحوا طريق جديد، بقدر اقول لك انه نادر جدا لما يفتحوا طريق جديد، فبالتالي ممكن تعتبرها انه هي ستاتيك. وكمان مره انه ما فيش اجابه يعني 100% انه يعني انا اجي اقول لك انه والله الفاكوم كلينر انه خلاص دائما ستاتيك، لا مش صح. انا بفكر مكتوب ستاتيك دايناميك. اه انت على ايش بتحكي؟ اه انا بحكي انه لا، لو انت حددته في مدينه واحده خلاص بيكون استاتيك، لكن لو يعني انه هو بيشتغل في عده مدن وانه انت بتقول له انه من الانبوت معك انه بيكون في عندك ماب، ساعتها بيكون دايناميك. مش سمعت انه ماب بيكون خاص كيف؟ اذا اعطاني ماب صار ممكن الماب تتغير. لا انه كل مره بدي لك مش الهول ماب، كل مره بدي لك ماب جديده. ونفس الاشي بالنسبه للفاكوم كلينر، ممكن ادي لك خريطه مبنى، كل مره ادي لك خريطه مبنى جديده، فبالتالي انه انت هيك صار دايناميك بهذا الشكل. سيمي يعني انه شبه متغيره، يعني سيمي اه يعني مش انه ستاتيك 100%، سيمي دايناميك او سيمي ستاتيك. فبالتالي انه زي ما انت بتقول انه ممكن انه هو يفتح طريق جديده في، بس قديش احتماليتها؟ ممكن انه اقول انفايرمنت هذه اغلب الاشياء فيها ثابته ما عدا هاي الشغله متغيره زي هيك. الخاصية رقم 5 discrete ولا continuous؟ ايش ال discrete وايش ال continuous؟ يا سلام شو معنى الكلام هذا؟ طيب ايش يعني انه ال ال بياخد اول من متجدد ولا مستمر، يعني امر واحد زي continuous مبني على قبل لا لا هذه الشغلة غير السيكوينشال خالص. ديسكريت برجع من الأول. آه. خلص المهمة برجع بعمل المهمة من أول وجديد. أما الكونتينيوس خلص المهمة وبكمل أو برجع. الإجابة خاطئة.
ايش يا شباب؟ كيف؟ ممكن انت يعني طب اوكي اقرب لك اياها. ايش معنات انه الستيت تكون عندك ديسكريت؟ يعني على سبيل المثال انه انت تخيل حالك انه انت في انفايرومنت والستيت تبعتك انه هي عباره عن درجه الحراره. ده في الديسكريت؟ لا يعني طب خليني اقول لك يعني افترض انه انت موجود في انفايرمنت تمام والانفايرمنت تبعتها انه الستيت بدك تشوف درجه الحراره فبقول لك انه والله هذه بتكون ديسكريت في حال انه انت في كان عندك ثلاث فترات لدرجات الحراره انه هوت وارم كولد وبتكون كونتينيوس اذا تم التعبير عن درجه الحراره بريال نمبر بين الزيرو والمية مثلا او الماينس 15 حسب الرينج تبعك انه انت درجة حرارة الغرفة انه من ناقص 15 ل 70 مثلا فاذا كان درجة الحرارة انه انت بتاخدها انه عبارة عن ريال نمبر فبتكون انه هي كونتينيوز وبالتالي انت بيكون عندك قراءة لدرجة الحرارة في الريال تايم في اي وقت انت ممكن تاخد ريال نمبر لكن في الديسكريت بتكون انت عندك درجة الحرارة انه انت بتاخدها بشكل متقطع بتكون الفترات تبعتها انه هي اصلا متقطعة وبتصير ممكن تفحص مثلا كل 5 دقائق يبقى هنا انه انت اللوك اب اللي بيصير على الانفايرمنت بشكل ديسكريت والاحداث بتصير انت عندك بشكل ديسكريت في الفاكوم كلينر ممكن يشتغل بشكل كونتينيوس بحيث انه السنسور تبعه يتحسس الغبار في الريال تايم انه كل ما تصير في غبرة على طول بده يروح وممكن أصممه إنه يشتغل بشكل ديسكريت كيف يعني أقول له every 15 minutes إيش بدك تسوي اطلع لي على الانفايرمنت شوف إيش اللي موجود وبناء عليه خد أكشن بتنام لكمان 15 دقيقة وبترجع بتشوف الانفايرمنت إيش صار لأنه مش منطقي إنه كل ما تيجي ذرة غبرة بده يروح يلحقها لا تمام الإيش آه الأحداث فيها متقطعة نعم بالضبط بطبيعة الحال يعني أنت بتلعب بعديها بيجي دورك أنا باجي بلعب وكل واحد بياخد دوره زي هيك تاكسي درايفر ريال كونتينيوس تعداد السرعة عندك يعني في أي لحظة ممكن تاخد قراءة لدرجة للسرعة تمام وفي اي تايم انه الاحداث انت عندك متتابعه يعني انه خلاص انت ماشي يعني ما ينفعش اقول انه غيب لك 5 دقائق وبعديها بعد 5 دقائق تطلع شوف اذا في سياره قدامك اقف لا بيكون اجت سياره في خلال ال5 دقائق خلال دقيقه اجت سياره قدامه ولبس فيها وخلص نعم يبقى هنا في الديسكريت إذا كان كيف تعرف إنه هي ديسكريت ولا 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 كنت ولا كونتينيوس بدك تطلع على إيش على البرسيبتس والأكشنز زي ما حكيت لك مثال درجة الحرارة هذه من البرسيبتس والأكشن زي ما حكيت لك إنه أنت كل 5 دقائق بدك تطلع على الانفيرومنت وتسوي شغلة معينة والأكشن أنت عندك محدودة 7 أكشنز بس ودرجة الحرارة انت عندك 3 فترات لدرجة الحرارة اللي هي warm, hot, warm و cold تاخدهاش انه real number انه بتقيسها باستمرار فاذا كانوا هدول الشغلتين اللي هما البرسيبتس اللي علمت لك عليهم والاكشن هي عبارة عن distinct numbers فترات محددة زي ما حكيت لك وclearly defined يبقى discrete ولا continuous discrete اذا كانت distinct اذا كان انه limited و distinct اذا يعني اذا كانت محدوده ايش يعني محدوده درجه الحراره 3 فترات بس و الاكشنز 7 اكشنز انا عندي محدوده ولا مش محدوده محدوده يبقى discrete اما اذا كانت انه عباره عن range درجه الحراره من minus 15 ل 65 والاكشنز انت عندك باستمرار بتزود السرعه وبتقلل السرعه بتزود السرعه وبتعمل يعني بتروح يمين بتروح شمال زي هيك
فهذه بتكون continuous. الجيمز يعني كل التيرن بيست جيم او الالعاب اللي فيها ادوار هذه ديسكريت. اما العاب الادفنتشر والالعاب تبعت الكاونتر سترايك ايش بيسموها، ايش نوع الالعاب تبعها، شو بديش تسمي لي اسم لعبه بقول لك ايش اسمها، فيرست ايش فيرست بيرسن شوتر، هذا النوع جديد مرش علي قبل هيك. انا تقريبا لي 14 سنه ما لعبتش جيم، ف العلم تبعي قديم شويه في الجو. كيف زي الكاونتر سترايك، فاهم عليك زي الكاونتر سترايك. تمام بدأت تحسب ايش استنتجت؟ لا لا ايش استنتجت من 14 سنة؟ طيب سنجل ولا مالتي ايجنت؟ ببساطة الانفيرمنت هذه بيشتغل فيها ايجنت واحد ولا مالتيبل ايجنت؟ طبعا انت عندك التاكسي درايفر اكيد بطبيعة الحال مالتي ايجنت، في عندك ايجنت للكمبيوتر فيجن، في عندك ايجنت للتحكم في الـ في في, في البريكس والاكسلريشن وكل هاي الشغلات، في عندك ايجنت للنافيجيشن انه يحدد انه اروح بهذا الطريق ولا بهذا الطريق، انه هو اللي بيختار لي، وهدول كلهم بتفاعلوا مع بعض. تمام العاب يعني مثلا زي الكروس وورد هذه عباره عن سنجل ايجنت زي هيك. تمام يبقى بدك تسال نفسك انه الانفايرمنت هذه هل في ماني ايجنتس وركينج توجذر يس ولا لا. تمام طبعا هذا السمري من ناحية هدول كديش عددهم؟ ستة property للenvironments. فبالتالي السؤال تبع انه انا بدي لك agent معين ممكن اطلب منك انه فصل لي في الenvironment من ناحية خصائص الenvironment، هل هي fully observable ولا partially observable، هل هي deterministic ولا stochastic، هل هي discrete ولا continuous. تمام خلي بالك طبيعة السؤال هذا بيعتمد على assumption انت لازم تحددها في البداية. يعني لو طلبت منك انه انت تعمل لي vacuum cleaner بتروح بتقول لي انا والله الايجنت تبعي بدي اصممه في غرفة مساحتها 3x4 تمام، وحددت يعني عملت assumption وبناء على assumption هذا بتروح بتحدد انه والله fully observable ولا partially observable. او ممكن حدا تاني يجاوب يقول والله الايجنت هذا بدنا نصممه انه هو يشتغل في مطار كبير، فبالتالي طبيعه الانفايرمنت تبعت يعني الغرفه هذه المحدوده بيختلف عن طبيعه الانفايرمنت تبعت المطار. عديك يعني الاولى fully observable والثانيه partially observable. تمام طيب نيجي لموضوع السيرتينيتي. اذا كان الانفايرمنت تبعتك فولي ابزرفبل يس، معنى ذلك انه بدك تسال هل هي ديترمينستيك، يعني شايف كيف انه اعتماديه الخصائص على بعض، بدك تشوف هل هي فولي ابزرفبل، انه يس فولي ابزرفبل. طيب ديترمينستيك، ديترمينستيك، فبالتالي هنا ممكن تستخدم السيرتينيتي سيرش، انه انت عندك في السيرش بتكون انت عندك انه انت سيرتين انه هذا هو الحل الـ 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 الوحيد والافضل بالنسبه لك. تمام اما اذا كان الابزرفابيليتي انت عندك ما فيش ابزرفابيليتي تمام، او اذا كان فولي ابزرفابل وكان الديترمينستيك نو، معنى ذلك انه انت بدك تلجأ للانسيرتينيتي ريزونينج في ايجاد الحل. uncertainty reasoning معنى ذلك انه انت بدك بالضبط guessing، وبناء على الجيس تبعك بدك تدي لكل يعني
possible solution أو action score معين وبدك تحذر إيش هو السكور المناسب بالنسبة لك بناء على certainty. قديش certain إنه الطريق هذا مش حيكون فيه زحمة؟ والله أنا إلي سنة بعدي من الطريق هذا وخلال السنة هذا نادر لما شفته إنه هو زحمة، فبالتالي أنا certain بنسبة 90% إنه الطريق هنا ما فيش فيه زحمة. إذا ما كانش في عندي معلومات من الجي بي أس أو من الجوجل مابس إنه والله بعد 5 كيلومتر في زحمة ولا لا، أنا إلي سنة بعدي من الطريق هذا وأنا يعني عمريش نادر بس مرتين في السنة شفته إنه زحمة زي هيك. واضح؟ نيجي نشوف أنواع الإيجنتس. واضح يا شباب لغاية الآن الأمور؟ طيب المحاضرة الجاية إن شاء الله بدنا نشوف أنواع الإيجنتس. تمام، في عندي تقريبا 3 أنواع رئيسية لأنه هدول الاثنين نفس الإشي، وبدنا نشوف كيف ممكن نخلي الإيجنت هذا إنه هو يتعلم. حدا عنده سؤال؟ يعطيكم العافية.